كنت كاد الصبح بضبضب في الدار، ما شفت الا كام بسرعه. يعني انا دائما بنبي بغلبني في الكوم، هذه المره لا، كام بسرعه قاعد على الدرج لبس البوت ونزل. بقول وين يا مرايح؟ يعني مش عادتك. بقول رايح عند ستة، بنزل عند ستة. بعد على الواحد صرت ارن عليه ما يردش، مغلق. بس لما صارت العمليه والاسعاف حطيت على التلفزيون قالوا في عمليه بس مش مبين انه اللي عملها. صراحه من كلبي كلت عمر، والله عندي احساس. انا قبل ما تصير العمليه كلت عمر اليوم بيجي مستشهد، صرت عيط لحالي بدون سبب. فشو ازيد اشي اصعب علي لما مطارد؟ كيف بينام؟ كيف بيمشي في الليل؟ هذا اللي جنني. انا اصلا ما بعرفش زغرت ولا عمري زغرتت. طلعت من كلبي لما انكلوني قلت لهم بس جيبوا لي خبر انه استشهد، ما حد يقول لي مصاب ولا اعتقل. بديش اعتقل، بدي يا شهيد. والحمد لله انقتل الضربه في وجهه، هو وجه لوجه للاحتلال مش من ظهره. هاي احلى هديه قدم لي اياها، لا بهمني ورد ولا بهمني اي شيء جيب لي اياه. الله يرضى عليه، رضا كلبي وربي. يم من كلبي طالعه، وانا نزعته من كلبي اعطيته لجميع العالم. الله يرضى عليه يا رب. الحمد لله. عمر كان دارس يدرس بالجامعة محاسبة سنة أولى. عمر حبوب. عمر أنا كل يوم الصبح يعني لما أطلع بفتح الباب بشك عليهم بطمن عليهم نايمين وبطلع الشغل. وعمر كان نايم قبل بيوم كان يشتغل معي في البلد. يعني والله أنا ما إحنا من مثلش رامبو، اسم رامبو هذا مش مصطلح أمريكا، مش إن شاء الله دماء عمر بتوحد الأمة العربية وبتوحد في فلسطين. إن شاء الله بتكون دماء عمر طريق للوحدة الفلسطينية.